الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الأسرى هم من قال فيهم الإمام الراحل روح الله الخميني قدس سرك: إن لساننا وبياننا عاجزين عن وصف ذلك المقام العالي لهؤلاء الأعزاء الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم من أجل اعتلاء كلمة الحق. نحن هنا اليوم كحرائر، كأمهات وكزوجات وكأخوات وبنات، نحذو حذو هذا الإمام الحق قدس سره الكريم لنرفع معه صوتنا، وهو الصوت الذي يرهب الظلم والظالم. أسرانا معتقلي عيد العمال، أنتم الشعلة التي تنتقل متوهجة من نور إلى نور، ومن تحقيق هدف إلى هدف أسمى. صمودكم وإصراركم وشجاعتكم في تحمل القيد ظلما وعدوانا هو وقود صبركم وصبر أحبتكم. لكم منا دعاء وثباتا كما هو عهدكم، فنحن عليه نسير. أهلنا الأحبة ذوي معتقلي عيد العمال، معاناتكم وصمودكم الذي توجتموه بالصبر لكم منا عليه تحية وشكر عميق. لا تفيه إلا المقاومة، فهذا هو الحق وهذا هو طريقه. وما هذه الأحكام الظالمة والجائرة التي أصدرها الخليفي المجرم بحق أبنائنا الشرفاء إلا توهما منه بأنه سيشل فكر المقاومة، ولكن هيهات له ذلك. أيها الأحبة جميعا، شبابنا المقاوم المطاردون هم الأمانة التي بمثابة الامتحان لنا. مساندتهم واطمئنانهم هو أبسط حقوقهم علينا. ومن نصر من عند الله. حرائر وإدراك 21 محرم 1413 للهجرة.